هذا خو هذا الشام بقول لي ما تدخل لجوا، خليك واقف هون او ارجع لورا. ليش لانه ممنوع بقول لك تدخل هون من مره، هذه حدودهم يعني بيعتبروها هم. طبعا بيتي والي الحق اني ادخل واطلع، ولكن احنا هلا ممنوعين ندخل وممنوع نطلع وندخل من في هذا البيت. لو عفارنو نحن سلمنا هكول نحن لا هدول المستوطنين دائما بيماطلوا، يعني ما كل شيء بياخذوه هو على باطل، ولكن هم بيحاولوا قدر الامكان انهم يطولوا المده تبعتهم للموجودين، لانه هم قاعدين بغير طريقه غير شرعيه بالبيت، هم احتلوه وسطوا على البيت سطوا. لا يضيع حق وراء مطالب، هذه سياستنا ولن نستسلم، وسوف يكون هناك دائما متابعة لأي انتهاك إسرائيلي بحق أهلنا في البلدة القديمة، وسوف يواكب ذلك الحملة الدولية المناصرة لأي قضية تقوم لجنة عمر الخليل برفعها لدى المحاكم الإسرائيلية.